صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 79 لسنه 2023 بتعديل بعض احكام اللائحه التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنه 2010 الصادر بالقرار رقم 51 لسنه 2012 وذلك بناء على اقتراح جهاز الخدمه المدنيه.